السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الرحمن، حياكم الرحمن يا أنسامنا، هبي على الأحباب بالميقات. حي هلا بكم معنا مشاهدين الأكارم، وفضاء جديد نتشاركه سويا عبر برنامجكم اليومي الألوان السبعة. ملفات هامة وحيوية، ملف من ملفات الإبداع، ومؤسسات من منظمات المجتمع المدني تلتقي في إطار الخدمة العامة. نبدأ معكم بعد هذا الفاصل. تخطيط المدن بين الرؤية والرسالة، مفهوم يستوعب الهندسة والسياسة وعلم الاجتماع. القيم الثقافية والتاريخية في برامج تخطيط المدن، رؤية من خلال منصة اسطنبول. بعد قليل. يصنعون صناعة يؤهلون ليكونوا على مستوى الحدث السينمائي والمسرحي. مخرجو الغد، حملات صناعة النجومية السينمائية بدءا بطلبة المرحلة الثانوية. رؤية سينمائية للغد بعد قليل في الألوان السبعة. إقصاء للعشوائية وبناء للمدن وفق تصور منهجي شمولي يستوعب الزمان والمكان والإنسان، يبني البيت بناء على ثقافة ويصوغ من المجتمع الذي ينطق على هذا التراب صيغة متوافقة ما بين البيئة وعلوم الاجتماع والسياسة وأيضا فنون الهندسة على اختلاف مستوياتها. في إسطنبول مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني التقت سويا، مجموعة من النقابات، مجموعة من المسميات الأهلية غير الحكومية التقت من أجل صياغة هوية جديدة للمدن دراسة وتأثيرا. يسعدنا في هذا المساء أن نستضيف المهندس عوني تشيبي، الرئيس المدير العام لمجموعة المهندسين والمعماريين في إسطنبول. أهلا وسهلا بك معنا أستاذنا الكريم في برنامج الألوان السبعة. أهلا بكم أيضا، شكرا جزيلا لكم. نعم أستاذنا الكريم، اسمح لنا في البداية أن نتابع مع مشاهدين الأكارم هذا الفضاء المتسع لبناء المدن كمفهوم، كتخطيط، كرسالة، أن نستقرئ واقع اللجنة التي تشكلت على شكل منتدى في إسطنبول لمتابعة هذه الوقائع وقراءتها قراءة معمقة. نتابع سويا. منصة مدينة إسطنبول، لوحة من لوحات التعاضد المؤسساتي الهادف إلى الخدمة العامة، تشكلت باشتراك خبراء في مختلف مجالات الحياة مثل مهندس معماري وعالم اجتماع ومحام وأستاذ للعلوم السياسية ونحوهم. أما الهدف الرئيس فهو تناول العلاقات بين الأفراد والبيئة على أساس مفهوم محوره الإنسان والبيئة، وإقامة مفهوم التمدن الذي يعتمد على القيم الثقافية والتاريخية، إذ أن الحضارة التي لا تهتم بالأطفال وكبار السن والمعاقين لا تنقل للمستقبل أي خير. وأول ما يجب فعله هو نقل حضارة تعايش الفقراء والأغنياء في نفس الحي إلى يومنا هذا، كما يجب إيجاد قدرة وأجهزة تقيم ذلك في يومنا هذا أيضا كما كان في الماضي. ومن الضروري القيام بإعادة تخطيط المدن وتكوينها بالمفهوم الحضري الذي يراعي القيم ويقدر الناس ويهتم بالاشتراك الاجتماعي وحقوق الآخرين. ومنصة إسطنبول قد أقيمت على أساس هذا المفهوم. لقد تم هذا التشكيل لمتابعة البنية التحتية لإسطنبول من حيث إحصاءات السكان والمسكن الطبيعي والتحول البيئي، وعلى رأس كل ذلك الهندسة المعمارية للمدينة، كما كان ذلك لأجل تنبيه صناع القرار عند الحالات السلبية وتشجيعهم للممارسات الإيجابية. باختصار تم ذلك من أجل رعاية كل قضايا المدينة. وقد تمت إقامة المنصة لإسطنبول من قبل مجموعة المعماريين والمهندسين لإسطنبول والمجموعة المشتركة بين جمعية التعاون بين منظمات البيئة والثقافة وجمعية موظفي التقنية.
كما يهدف هذا البرنامج للاستفادة من خبرة المنظمات الأهلية وأشخاص حقيقيين لديهم تجربة أو أثر يتطابق مع هدف المنصة. الأعضاء المؤسسون للمنصة التي تم عقد أول اجتماع لها في 3 فبراير شباط لعام 2011 خلال عملية التشكيل أكدوا أنهم يفكرون بتشكيل ساحة عمل تشمل المدن الأخرى أيضا، وذلك عند الحاجة لتناول قضايا متعلقة باسطنبول، مع العلم أن المسائل داخل مدينة اسطنبول ذات الأولوية فيها. وقد بدأت في نشاطاتها بتشكيل فرق عمل قائمة على أساس 4 تخصصات مختلفة: الهندسة المعمارية والمواصلات والتعاون الاجتماعي والبيئة. حضرة المهندس عوني تشيبي، نجدد ترحيبنا بحضرتك. أستاذنا الكريم، أنتم تلفتم في إطار جامع من أجل دراسة واقع مدينة عملاقة كمدينة إسطنبول. قبل أن أسألك عن منتدى مدينة إسطنبول، أود أن أطرح على حضرتك سؤالا: ماذا يعني مصطلح تخطيط المدن، التخطيط العمراني في المدن؟ ما أهميته؟ ما أهمية هضم مصطلح مثل هذا المصطلح؟ نعم، أنا أشكركم جزيلا لأنكم أتحتم لي الفرصة في المشاركة في هذا البرنامج. قبل أن أذهب إلى هذا، أريد أن أعطي لكم عن البلاتفورم في إسطنبول. طبعا هناك الكثير من المشاركات من الجمعيات ومن المؤسسات التي تنتمي إلى هذه المجموعة. نعم، من هذه المجموعة هناك الكثير من المعماريين الذين يشاركون. أريد أن أتحدث قليلا عنهم. هناك حوالي 7 سنين نحن نعمل في هذا المجال، حوالي العديد من الآلاف من المشاركين ومن المهندسين. أيضا نحن نقوم أيضا بالمشاركة في الأناضول أيضا وفي مدينة إسطنبول وفي العديد من المناطق. وفي جمعيتنا هناك الكثير من المجلات التي أصدرناها، ونحن طبعا نتناول بشكل أساسي تخطيط المدن، وهناك في كل عدد من الأعداد نتناول موضوعا معينا عن تخطيط المدن، عن كيف تكوين المدن. عندما تلاحظون هذا تلاحظون أن هناك الأشياء المعاصرة أو الأبنية المعاصرة، وأيضا تستطيع عندما تقلبونها يكون الشكل متواضع تماما، يظهر أشياء خضرة وأشياء مثلا لا يتصورها الإنسان. إذن بعد ذلك سأدخل في هذا الموضوع. بالنسبة للمجلات الأخرى والإصدارات الأخرى التي أصدرناها قبل سنة ونصف، سنتحدث عن هذه عفوا حضرة المهندس، ولكن قبل أن نطلع يعني المشاهدين الكرام على حقيقة هذه التصورات التي تفضلتم بها، نود من حضرتك أن تعطينا لمحة موجزة عن طبيعة هذا الالتقاء، هذا المنتدى. أنتم مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني، مجموعة من النقابات، أنت كمدير عام لجمعية المهندسين والمعماريين، ما الذي التقى بكم مع علم السياسة وعلم الاجتماع؟ لماذا أسستم هذا المنتدى؟ أريد أن أتحدث قليلا عن هذه المجموعة، ولكن قبل، هناك بعض الإصدارات التي تحدثت عنها، وهناك بعض المؤسسات التي كانت شاركت في هذا الموضوع، وكيف تم تأسيس هذه المكونة الكبيرة لإسطنبول بلاتفورم. أيضا كان هناك الكثير من المعلومات التي حصلناها من خلال الخبراء، من خلال بعض الأشخاص، ومن خلال بعض المدراء أيضا والتقنيين. من خلال هذه الأشياء التي الخبرات التي أخذناها استطعنا أن نحصل على معلومات كبيرة. طبعا الموضوع الأساسي لهذا لتخطيط المدن، نحن أردنا أن ندخل في الموضوع الأساسي في هذا في تركيا، ويجب علينا مثلا كيف يتم إصدارها، وكيف يتم التواصل مع هذه المجموعة، وكيف يمكن الناس أن يتعرفوا عليها. إذن أولا مثلا كثير من الجمعيات المدنية التي التقينا معها، وهناك الكثير من الجمعيات التي التقينا بها، وهناك الكثير من الجمعيات التي تقوم ببحث عن هذا الموضوع، والجمعيات الثقافية وجمعيات الأبحاث. وطبعا كل هذه الجمعيات التي التقينا بها استطعنا أن نعرف عن أشياء كثيرة عن إسطنبول، عن المدينة، عن تخطيط المدينة، عن المشاكل التي يتعرض لها هذه المدينة، وعن كل المشاكل التي يتعرض لها. نعم، خلال هذا الموضوع وخلال هذا الاسم
أولا استطعنا أن نقول أن اسطنبول هي مركز هذه، لأن اسطنبول هي مركز تركيا كما تعرفون، هي المركز الاقتصادي لتركيا. فبعد ذلك استطعنا أن نجعل هدفنا الآخر بعد ذلك بعد اسطنبول هي مدن أخرى أيضا، ولكن هناك بعض الناس الذين اشتركوا، منها السياسيون ومنها الحقوقيون ومنها السيناريستين ومن الكتاب السيناريو، وهناك علماء النفس وهناك أنتروبولوك وهناك الكثير من الأشخاص الذين يشتغلون في عدة مهن ومسالك في تركيا. نعم، ليس فقط المهندسين، سأقاطعك هنا، ولكن التشكيلة لفتت انتباهي عضرة المهندس، يعني عندما نتحدث عن هذه التشكيلة لابد من الإضاءة عليها. سامحني هنا للمقاطعة، ولكن أنا يعني ملزم بأن أقاطعك. أنت تتحدث عن مهندس، تتحدث عن علوم سياسة، تتحدث عن علم اجتماع، تتحدث عن هيئة عليا، عن تخصصات مميزة تستطيع أن تستقرئ الواقع. هل هذه قراءة صحيحة للتشكيلة الأساسية؟ هذا شيء صحيح. كما قلت لكم أن المهندسين الذين يشاركون قد لا يكون يعرفون كثيرا عن العلم الاجتماع، قد لا يكون هناك مثلا، كما تعرفون أن تخطيط المدن يجب أن يكون تتعلق تعلقا مباشرا بالحياة الاجتماعية. لذلك يجب علينا أن نتواصل مع علماء الاجتماع الذين قد يستطيعوا أن يوجهونا بشكل أكبر وينصحونا بأشياء أكثر، ونستطيع بذلك أن نحصل على كل أهدافنا التي نسعى إليها. إذن فيجب على كل فئات المجتمع أن تشارك في هذا الموضوع، وتستطيع بذلك أن نحل كل المشاكل التي تتعرض لها تركيا أو إسطنبول بشكل خاص. وأيضا كما قلت لكم الدول الإسلامية أيضا يجب علينا أن نتخصص، ويجب علينا، هناك بعض النقص التي نتعرض عليها في الدول الإسلامية، يجب علينا أن نستطيع أن نحل هذه المشاكل، ومن خلال حل هذه المشاكل بالتواصل مع جميع فئات المجتمع نستطيع بذلك أن نحل هذا الموضوع، أن نشارك جميع الرجال والنساء، الفقراء، الأغنياء، إذن كل فئات المجتمع، لأن المدينة هي عبارة عن محصل، المدينة هي عبارة عن بيت كبير يحوي على جميع أفراد المجتمع. إذن يجب علينا أن نتواصل مع الجميع، ويجب أن يكون هناك تدابير متبعة نتبعها. قد يكون هناك أمور صعبة لا نستطيع أن نتخطاها، ولكن المدينة لا تؤسس لوحدها هكذا. إذن المدن عندما تعاش فيها، وعندما يكون الحياة تكون الحياة فيها رفاه، ويكون فيها الحياة تمشي بشكل أفضل، إذن ذلك نستطيع بذلك أن نقول أن هدفنا قد تحققت. نعم أستاذنا الكريم، هنا أنتم تقرؤون الواقع على الأرض، بمعنى تتفرسون في الناس، تتعاملون مع التعداد السكاني، تتعاملون مع أفكار التعايش ما بين القديم والحديث، أن يعيش الفقير والغني في بيئة واحدة، تتعاملون مع تقاليد، تتعاملون مع فن هندسي معماري، وأيضا تتعاملون في واقع سياسي، لأن التخطيط السياسي للمدن يعني ده جزء يعني داخل في التركيبة والمنظومة العامة لتخطيط المدن. أستاذنا الكريم، رسالتكم إلى أين؟ بمعنى يعني أنتم تبذلون جهدا عظيما وتقرؤون الواقع قراءة مميزة، دوركم تقييمي، تخطيطي، تنفيذي، ما هو دوركم تحديدا في هذا الاتجاه؟ طبعا اسطنبول الخطة الأساسية لهذا البلاتفورم الذي نتحدث عنه، هناك حوالي 8 اجتماعات قمنا بتحقيقها، هناك الكثير من المشاركات التي شاركت في هذا المجتمع، كان حتى بعض الوزراء مشاركين في هذا، وبسبب الانتخابات لم يكن هناك مشاركات بالنسبة للوزراء، ولكن هناك بعض المستشارين الذين شاركوا في هذا الموضوع، وكان هناك الكثير. طبعا نحن كان هناك بعض الأفكار التي يتعلق عن تخطيط المدن من خلال بعض الوزراء، وأيضا كانوا سعيدين جدا من المشاريع التي كنا نجعلها أو نقدمها إليهم، وينظرون إليها بشكل متفائل. بالنسبة للبلاتفورم وتخطيط المدن، أيضا بالنسبة لصعوبة تأسيس هذه الجمعيات، هناك الكثير من الصعوبات. طبعا بعد شهر رمضان إن شاء الله سيكون هناك اجتماعات أوسع، ويكون على شكل أوسع وتخطيط بشكل أوسع. إذن كيف نقوم بهذا؟ إذن المدن تخطط لأجل الناس،
هناك نقطتين أساسيين يجب، أولا لأجل الشيوخ الكبار السن ولأجل الأطفال. إذا الأطفال بالنسبة للأطفال المدن يجب علينا أن نعود الأطفال على المدارس، على يجب عليهم أن يعرفوا أن البيت طبعا الشيء الذي يجعل الأطفال يرتبطوا به بعد البيت تماما هي المدرسة. إذا يجب أن تكون المدرسة جميلة جدا، ويجب أن تكون مثلا عندما يمر الأطفال من الشوارع يحسوا بالناس، يحسوا بالبائعين، يحسوا بأصحاب المحلات. إذا يجب على الطفل لا أن يكون غريبا عن المدينة، يجب أن يعرف على المدينة بشكل جيد وأن يكون قريبا من كل الناس. لذلك يجب على المدينة أن تخاطب الطفل بشكل أكبر، لأن كما قلت لكم عندما كنا نذهب إلى الثانوية وإلى الجامعة وأصبحنا أصحاب أعمال، طبعا قد يكون مثلا لم نعرف هذا الشيء، ولكن عندما نشيب ونكبر في السن أيضا يجب علينا أن نفكر أن المدينة مهمة بالنسبة للشيوخ وبالنسبة لكبار السن أيضا وبالنسبة للأطفال. فإذا لم نحسب هذا نضع هذا الشيء في الحسبان، إذا فيكون هذا شيء يجعل المدينة لا تحقق أهدافها. إذا يجب علينا أن نفكر تخطيطا جيدا بالنسبة للأطفال وبالنسبة لكبار السن. نعم أستاذنا الكريم، الفكرة إبداعية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ونشكركم عليها حقيقة، ونتمنى لها مزيدا من الازدهار والتقدم. ويعني أحببنا من خلال برنامجنا أن نضربها كأنموذج حقيقي يعني من شدة جاذبيتها. ولكن ما أود سؤالك عنه يعني حضرة المهندس، إذا سألنا عن طبيعة تآلف هذه اللجنة، بمعنى أنتم في المنتدى تجمعتم سويا نخبة من المثقفين، من العلماء، من أهل الاختصاص في تركيا، وأنت مدير لجمعية المعماريين والمهندسين هنا في إسطنبول. نحن نتحدث عن شخصيات وازنة في المجتمع. أستاذ عوني، قراءتكم الخاصة لتعاملكم مع الدولة، هذا أمر مهم جدا للدولة، أي دولة لابد أن ترعى مثل هذا الجهد. هل تنتظرون أن تدعمكم الدولة؟ هل هناك بوادر إيجابية في التعامل مع هذا الاتجاه؟ أولا نحن كبلاتفورم طبعا مجتمع مدني، هناك الكثير من الناس الذين يشاركون، هناك الأكاديميين، وهناك الناس الذين يقومون بعملهم بأنفسهم، وهناك بعض الناس المشاركين في الدولة أيضا. إذن يجب، هناك الكثير من الناس الذين يفكرون في حل مشاكل المدينة بشكل أكبر، وأيضا هناك بعض المواضيع المهمة التي سنتناولها في هذه الاجتماعات. وكما قلتم هناك الكثير من المشاركات التي ستشارك فيها. نحن هنا يوجد لدينا خيال واسع كبير، إذا التصور أو الخيال هو السبب الأساسي إلى تحقيق الهدف. إذا لم يكن لك خيال ولم يكن لك تخطيط معين لا تستطيع أن تصل إلى حقيقة، إذا من خلال خيال نستطيع أن نتواصل إلى الحقيقة. هناك بعض الأصدقاء الذين نجعلهم يشاركوا معنا في هذا الاجتماعات، وطبعا نأخذ أفكارهم وآرائهم من خلال هذا الموضوع. طبعا بالنسبة لبلاتفورم معمار سنان، وقبل أن يقوم بتكوين السليمانية، جامعة السليمانية، كان هناك بعض الناس، هناك بعض المعلمين الذين يقومون بتكوين الحجارة، وهناك بعض المعماريين، قام باجتماع واسع وكبير كيف نضع الحجر في أي مكان، نضع الحجر وفي أي مكان يكون الشيء المناسب أو الأشياء المناسبة في المكان المناسب. إذن لكل شخص كان في رأسه شيء معين. إذن هذه الأشياء كلها قام بجمعها المعمار سنان، وأخذ أفكار كثيرة من هنا ومن هنا ومن هناك، واستطاع أن يضع حجر الأساس. إذن كما قلت لكم بالنسبة لتركيا، هناك بعض الكثير من الناس الذين فقدوا أهمية المدينة في عقولهم ولا يعرفون أن يفكروا في هذا الموضوع. لذلك يجب أن نجعل جميع الفئات تشاركنا في هذا، ونجعلها تعود إلى وضعها الطبيعي. إذن في الأيام القادمة إن شاء الله، من خلال الإصدارات التي نصدرها ومن خلال البعض المؤتمرات التي سنعقدها، هذه الأشياء كلها المقاطعة مرة أخرى، ولكن يعني مثلكم يؤتمن على مثل هذه الرسالة وهذا الحلم حقيقة، لأن أحلام الأمس هي حقائق اليوم، وحقائق اليوم وأحلام اليوم هي حقائق الغد كما يقال. ولكن ما أود سؤالك عنه، بقي أمامي دقيقة ونصف حضرة المهندس، وأود سؤالك فكرة تلاقي المؤسسات، مؤسسات المجتمع المدني، من أجل تحقيق هدف حقيقي، خدمة مجتمع على المستوى الذي تتفضل به، فكرة إبداعية حقيقة، فكرة داعمة يعني ندعمها بكل قوة. ولكن
أود أن تقرأ لي هذا التجمع المؤسساتي ومستجمع النخب والأفراد، وأن تقرأ لي أيضا رؤيتكم لنشر هذه الفكرة خارج إطار إسطنبول. هل تنوون نشرها خارج إسطنبول أيضا؟ طبعا إن شاء الله. طبعا إسطنبول هي مدينة كبيرة جدا، وهي المركز الأساسي بالنسبة من خلال النجاح الذي سنحققه في إسطنبول، ومن خلال الإقبال الذي سنلقاه في إسطنبول نستطيع أن نجعلها تنتشر في جميع المدن في منطقة الأناضول وفي الكثير من المناطق التركية. إذن كما تعرفون أن مدينة إسطنبول هي مدينة عالمية بالنسبة لجميع الناس، مثلا بالنسبة للعائلة، بالنسبة للمكان، بالنسبة للحياة الاجتماعية. إذن كما تعرفون أن الفكر الأساسي للإنسان هو المكان. إذا كان المكان مناسباً والمكان جميلاً والمكان رائعاً، فيستطيع الإنسان أن يعيش هناك ويستطيع أن يبتكر أشياء كثيرة. إذن كما قلت لكم، هناك بعض الأبنية التي تنظر إلى بعضها البعض ومقابل بعضها البعض، لا ينظرون إلى بعضهم، لا يرون شيئاً جديداً، لا يرون هواءً طلقاً. فإذن يجب علينا أن نغير هذه الطبيعة. مثلا في تركيا وفي جميع المدن العالمية هناك الكثير من الأبنية المتشابهة، وطبعا هناك أبنية كبيرة جدا ناطحات السحاب. إذن لماذا هذا كله؟ لماذا هذا المدن؟ لماذا هذا المدن تقوم بأبنية كبيرة جدا أو ناطحات السحاب؟ إذن يجعل الإنسان يختنق في مكان واحد. فمثلا هناك الكثير من الناس يستغلون هذه المساحات الأراضي ويجعلونها بأسعار غالية جدا. نعم، يجب علينا أن نفكر بأشياء أخرى، يجب أن نقلل من أسعارها، يجب أن نجعل الإنسان يختار المكان الذي يريد أن يعيش فيه. هناك الكثير من المشاكل التي يتعرضها هذه مثلا قد يكون هناك كثير من الناس الذين يفقدون حبهم لهذه المدينة وحبهم للمكان الذي يعيشوا فيه، فيجب علينا أن نحبب الناس إلى هذه المنطقة. عفوا المقاطعة، يعني عذرنا جدا لكن الوقت داهمنا أستاذنا الكريم. نحن نعلم أن الوقت، أن هذا الموضوع القيم يحتاج إلى وقت أطول، لذلك ولأنما أحببنا أن نعطي إشارة بسيطة. نشكرك أولا على الفكرة، ونشكركم على هذا الجهد العظيم والذي نتمنى أن يكون أنموذجا حقيقيا، ونشكرك على وجودك معنا المهندس الأستاذ عوني يعني تشيبي، نشكرك جدا المدير العام لمجموعة المهندسين والمعماريين في إسطنبول، وندعوك مع مشاهدينا الأكارم إلى متابعة لوحتنا الكاريكاتورية الأولى بلا تعليق. الدكتور أيمن علي نائب رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا التقاه فريق البرنامج على هامش إحدى زياراته لإسطنبول، استطلعنا رأيه حول زيارته لتركيا وحول الدور الذي تقوم به هذه المؤسسات في قلب أوروبا. نتابع سويا هذا التقرير والزميل الدكتور علاء الخطيب. نائب الرئيس في اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا الدكتور أيمن علي، حالة من حالات الإبداع والتميز على المستوى الأوروبي لدوره الخدماتي البارز في صياغة هوية الجالية العربية والإسلامية في أوروبا، وقيادته لمؤسسات مدنية تعمل لتحقيق التواصل الإيجابي بين الجاليات العربية والإسلامية في أوروبا والبيئة الحاضنة في كل الدول التي ينشط فيها الاتحاد والتي يبلغ عددها 28 قطرا أوروبيا. التقاه فريق برنامج الألوان السبع في إسطنبول، فعبر لنا عن نظرته إلى تركيا أولا بقوله: سعيد بتواجدي في تركيا بما لها من قيمة ووزن في المنطقة، سواء المنطقة الأوروبية والمنطقة العربية. وعن رؤيته للاتحاد وطبيعته وقدرته على تمثيل الجاليات الموجودة في الغرب قال:
أنا أمثل اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، وهو مظلة مؤسسات إسلامية رئيسية تكاد تكون المظلة الأكبر التي تمثل المسلمين في شرق وغرب أوروبا، ينتشر تقريبا في كل الدول الأوروبية شرقا وغربا، ولكن مركزه الرئيسي في بروكسل، والمعروف أن بروكسل هي عاصمة أوروبا كلها، ومن هنا كان سر اختيار بروكسل لتكون مقر للمركز الرئيسي. وعن علاقة الجاليات العربية والإسلامية في أوروبا مع الأمة العربية والإسلامية في شتى بقاع الأرض أوضح قائلا: ما يحدث في بلادنا العربية، بلادنا الأصلية العربية والإسلامية، سيكون له ما بعده سواء في داخل تلك البلاد أو بانعكاسه حتى على مسلمي أوروبا إن شاء الله تعالى في الاتجاه الإيجابي، وكل تمنياتنا لشعوبنا المقهورة أن تنال حريتها دون مزيد من الدماء والأشلاء. ولخص لنا ضيفنا أهم الخطوات التي يقوم بها الاتحاد في رسم صورة مشرقة عن الدين الإسلامي في أوروبا، والتواصل مع الجهات والمؤسسات الحكومية والشعبية لبيان طبيعة الدين والمفاهيم الإيجابية التي جاء بها، فقال: الدعوة في أوساط المسلمين، نحن نعتقد أنه أمر طبيعي تعريف المسلمين بالدين العظيم الذي ينتمون إليه، نحن نعتقد أنه واجب أساسي بالنسبة لنا. لكن بالنسبة للغرب، نحن لا نسعى إلى أسلمة المجتمع، لا، هذا الأمر غير وارد على أجندتنا مطلقا، إنما نحن جزء من أبناء هذا المجتمع، لنا خصوصية خاصة وهي أننا نحمل دين وثقافة مختلفة ضمن إطار متنوع، نحترم الإطار العام الذي يجمعنا ضمن إطار الدولة، ولكننا نهدف إلى الحفاظ على هويتنا وعلى خصوصيتنا في ذات الوقت. هذا هو العطاء، فكر ممتد وعمل لا ينضب حتى في قلب أوروبا. يصنعون صناعة يؤهلون ليكونوا على مستوى الحدث السينمائي والمسرحي. مخرجو الغد، حملات صناعة النجومية السينمائية بدءا بطلبة المرحلة الثانوية. رؤية سينمائية للغد بعد قليل في الألوان السبعة. نستأذنكم الآن مشاهدينا الأكارم لفاصل إعلاني قصير، نعود بعده لاستكمال مسارنا مع حضراتكم، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم مجددا. جمعية المعلمين المتطوعين في سكاريا قامت بفكرة إبداعية مميزة، وهي تفعيل دور الأخلاق في صياغة المجتمع وهويته ورؤيتهم للمستقبل من خلال تقديرهم للخلق الحسن. جائزة حملت اسم الفتوة بمختلف مجالاتها، كما كان الفتى يسمى في العهد العثماني القديم. نتابع سويا تقرير زميلنا الدكتور سعيد الحاج وهذا التقرير المصور عن جوائز الفتوة. تعتبر الأخلاق الحميدة أهم ما قدمته الحضارة الإسلامية للعالم، حيث أوجدت مثالا حيا ماثلا للعيان عن حضارة غنية بكل ما يرفع من شأن الإنسان من الأخلاق النبيلة والمبادئ السامية. جمعية سكاريا للمعلمين المتطوعين أخذت على عاتقها تشجيع وترسيخ تلك المبادئ والقيم في المجتمع التركي تحت شعار الفتوة، عن طريق تقديم جائزة سنوية
تكرم شخصية أو مؤسسة تتمثل خلقا حسنا. فكلمة الفتى في اللغة العثمانية كانت تعني الرجل الفتي المتمثل بالأخلاق الحميدة ومبادئ الرجولة الحقة. نحن نحاول أن ننمي انعكاس هذه العادات والأخلاق في الأناضول عن طريق منظمات مجتمعية وثقافية، لأننا نعتقد أن مجتمعاتنا الحالية تحتاجها. في هذه السنة قررت الجمعية أن تكرم أكثر من خلق وأكثر من قيمة تحت اسم الفتوة، واختارت لذلك رمزا له معناه في الوجدان التركي بل والإنساني. اختارت الجمعية مستحقي جوائز الفتوة لهذا العام 2011 من بين رواد سفينة مرمرة الزرقاء، فهم برأيهم أجمل وأفضل من عبر عن القيم النبيلة في المجتمع. فسفينة مرمرة الزرقاء كما يرى القائمون على الجائزة تمثل منتهى سمو الأخلاق الإنسانية المتميزة، من الشجاعة إلى السخاء، ومن الإيثار إلى الانتماء، ومن التضحية إلى الوفاء، إلى غيرها من الفضائل التي تمثلت في شهداء السفينة وفرسان رحلتها الشهيرة. ستعطى الجوائز لواحد واربعين من رواد السفينة، ولكننا نعتبر أن المسافرين 650 الذين تواجدوا على متن السفينة يستحقون التكريم. وزع مشروع الفتوة هذا العام 41 جائزة ل41 شخصية ومؤسسة، مسمين فتى الأدب وفتى الشجاعة وفتى الرحمة وفتى البطولة وفتى الإقدام وغيرهم. وكان لشهداء مرمرة الزرقاء الحظ الأوفر من الجوائز والتقدير والمحبة والدموع. تهدف هذه الجوائز لتشجيع وترسيخ قيم نبيلة في المجتمع مثل الكرم والشهامة والإيثار من أجل خير الوطن وسعادة البشرية، واختارت لذلك المكان الأنسب سفينة مرمرة الزرقاء. لبرنامج الألوان السبعة، سعيد الحاج، إسطنبول. معهد بلاتو التقني من خلال مجلس الأمناء الذي يدير شؤونه أقام جملة من النجاحات المميزة بل والقراءات المتفرسة بالواقع الطلابي الذي ينتسب من خلاله الطلبة إلى المعهد، فاختاروا أن يقوموا بمنهجية تواصلية لتطوير الأداء الخاص وتحفيز الإبداع الموجود لدى طلبة المعهد من خلال إبداع مسابقة فنية تصوغ هوية الطلبة سينمائيا من خلال مسابقة للفيلم القصير. هذه الكاميرا التي تمسكها اليد غير المتدربة ربما تهتز صورتها الآن، ولكنها مع الزمن ستفرز جيلا قياديا متمرسا قادرا على التعاطي مع الفكر السينمائي بل والتفاعل مع قضايا المجتمع. يسعدنا في هذا المساء أن نستضيف الدكتور مصطفى ملك نائب رئيس مجلس أمناء معهد بلاتو التقني. أهلا وسهلا بك معنا حضرة الدكتور في برنامج الألوان السبعة. شكرا جزيلا لكم. هذه المسابقة والقراءة الخاصة بها في تقريرنا المبدئي مشاهدينا الأكارم، ثم نعود بعده لاستكمال جولتنا الحوارية مع ضيفنا الكريم. تنظم مدرسة اسطنبول بلاتو المهنية، والتي هي المدرسة الوحيدة التي تركز على الفن والتصميم والتواصل، مسابقة الفيلم القصير لطلاب المدارس الثانوية. إرسال الفيديوهات والاشتراك في مجموعة مسابقة الفيلم القصير بعنوان صور ما تراه على الفيسبوك كاف للاشتراك في المسابقة. لجنة التحكيم تضم أسماء بارزة مثل مخرج التصوير الشهير
هايك كيراكوسيان ونائب مدير المدرسة المهنية الأستاذ المساعد أصلي كوتامان والمخرج تان تولغا ديميرجي وغيرها من الأسماء المعروفة. تهدف مسابقة الفيلم القصير والتي انتهى موعد الاشتراك فيها إلى زيادة قوة الملاحظة لدى الطلاب وتوجيههم ليكونوا منتجين وأصحاب مشاريع، وسوف يتم منح جوائز مغرية للطلاب الفائزين بالدرجات الثلاث الأولى في المسابقة. أحد المعايير التي تجعل الأعمال مرشحة للفوز بالمسابقة هو مقدار الإعجاب لايك الذي سوف يحصل عليه في صفحة الفيسبوك، وبفضل ذلك سيكون للفيسبوك الكلمة الفصل في حال ترددت لجنة التحكيم في الاختيار بين متسابقين. هذه المسابقة والتي تستهدف طلاب المدارس الثانوية فقط مهمة جدا في وجهة نظر نائب رئيس مجلس الأمناء الدكتور مصطفى ملك، وذلك لأن هذه المسابقات تنظم عادة لطلاب الجامعات الذين لهم إمكانية أكبر في الحصول على المعلومات وتقنيات قياسا بتلك المتاحة لطلاب الثانوية. نعم الدكتور مصطفى ملك نائب رئيس مجلس الأمناء في معهد بلاطون، نجدد ترحيبنا بحضرتك أستاذنا الكريم. قبل أن نغوص في رحاب هذه المسابقة الكريمة، هل أعطيتنا نبذة عن معهدكم المهني؟ بلاتو المدرسة المهنية، نحن طبعا نقوم بتعليم الإعداديين والمرحلة الإعدادية وحتى بعض المرحلة الثانوية أيضا. أول هناك الكثير من الذين تخرجوا في هذه المدرسة، وأيضا نحن نقوم بتعليم تقني وبتعليم مجال الإعلام ومجال الفنون، وطبعا هناك الكثير من المهن التي نقوم بتناولها في معهدنا. هناك الكثير من المواضيع، حتى هناك الكثير من بالنسبة الموارد البشرية أيضا، وبالنسبة للبرامج التلفزيونية، وبالنسبة للإعلام، وبالنسبة لكثير من التصاميم أو عمليات التصاميم التي نقوم بها أيضا. هناك الجرافيك، المهندسة الصناعية، هناك كيف عمليات برامج كيفية تطوير الأطفال، وأيضا هذا العام هناك بعض المواضيع للعلوم التقنية، علوم التكنولوجيا أيضا، وهناك بعض البرامج الكمبيوتر الحاسوب، وهناك بعض البرامج المعلوماتية التي نقوم بها، وأيضا هناك بعض المهن الأنيميشن، والكثير من الطلاب الذين سنأخذهم في هذا المجال. هذه يعني المجالات التي تفتحونها من خلال هذا المعهد، والتي يعني اعذرنا لمقاطعتك فيها، ربما هي كثيرة جدا، ولكن نود أن نقرأ رسالتكم. أنتم كمجلس أمناء، كموجهين لمسار المعهد تعليميا وفنيا، أنتم اخترتم رسالة خاصة من إنشاء هذا المعهد، هل تنمون تدريب جيل متمرس، جيل فنان، جيل صاحب قدرة على التعامل مع حرف متنوعة، وأيضا جيل قادر على أن يكون له هويته في المستقبل؟ قبل قليل قلت لكم، تحدثوا عن الأشياء أو المواضيع التي نتحدث أو نتناولها في معهدنا. إذن السبب الأساسي هو أن الكثير من المشاركين أو المؤسسين أنهم الفنانين، وهناك الأكاديميين الذين قاموا بتأسيس هذا المعهد، هم الذين يجعلون الإبداع شيء أساسي لهم، وهم الذين سيجعلون الإبداع شيئا من الإنتاج المحلي، ونجعلهم من الاقتصاد التركي، نوعية من الاقتصاد التركي، ونجعل الناس يتطورون في هذا المجال. تستطيعون أن تنتجوا أموال كثيرة وأشياء كثيرة، ولكن قد يكون هناك من الصعب أن تنتجوا الفن والإبداع والكثير من هذه المواضيع التي أتحدث فيها من الناحية الفنية. إذن هذه الأشياء
تكون صعبة أن تقوم بإنتاجها. لذلك نحن كان هدفنا الأساسي هو تشكيل هذا الموضوع الخاص أو الحالة الخاصة التي نعمل فيها، ونجعل الإنسان يطور نفسه بنفسه من خلال التعليم الذي يأخذه في هذا المعهد. هنا التعليم طبعا هو شيء أساسي بالنسبة لتركيا وبالنسبة للعالم أيضا، لأن التعليم هو أصبح طبعا شيء أساسي في تطور الاقتصاد أيضا، وبالنسبة للاستخدام وبالنسبة للعمالة وبالنسبة لكثير من المواضيع. إذن التعليم هو شيء أساسي. إذن هناك الكثير من الاحتياجات التي قد يكون بالنسبة للطلاب. بنعم أو لا، هل أنتم جاهزون لاستقبال طلبة من خارج تركيا؟ بمعنى هل لديكم قراءة أيضا لاستقبال طلبة من خارج تركيا والتعليم بغير اللغة التركية؟ نعم نحن جاهزون في هذا الموضوع، وهناك الكثير من التدابير التي اتخذناها لأجل هذا الموضوع. أولا قبل كل شيء بلاتو المعهد المهني، هناك المجموعة الدولية التي تقوم وأسست من خلال جمعية دولية وتستطيع أن تستقبل الكثير من الطلاب في هناك في كرغيزستان في بشكنت، وأيضا هناك جامعة أسسناها باسم دوز ديزاين. هذه الجامعة ما زالت مستمرة في تعليمها في أواسط آسيا. هناك الكثير من المواضيع التي يتناولها، وهي طبعا تتمتع وتتميز بكأنها جامعة أوروبية، تتميز بتعليمها الأوروبي الغربي أيضا. وهناك طبعا الأمم المتحدة والمملكة المتحدة أيضا. هناك الكثير من الأشياء التي أخذناها من المواضيع هناك أيضا، وأخذنا الكثير من الخبرات من أنحاء العالم في كرغيزستان وفي هنا أيضا. الطلاب الذين يداومون وما زالوا يداومون والذين درسوا في إنجلترا كأنهم درسوا في إنجلترا يأخذون شهادة دولية، يستطيعون أن يتابعوا تعليمهم أيضا في إنجلترا. أخرى ولكن أود الاستفادة من وقتك الكريم بأقصى طاقة ممكنة في هذا الفترة المحدودة. حضرة الدكتور مصطفى ملك، المسابقة التي قمتم بها من أجل إنتاج منتجين وإنتاج مخرجين وتدريب جيل على التعامل مع الكاميرا والفيلم القصير وأيضا العمل السينمائي وقراءة واقع المجتمع، كيف تقرأها لنا؟ لماذا أقمتم هذه المسابقة؟ بالنسبة لحياتنا اليومية، نعرف أن الناس في البداية الأشياء الذين يسمعون بها أو المهنة الذي يسمعون بها هم الذين يمارسون هذه المهنة. مثلا كثير من الناس يحبون أن يصبحوا أطباء، يريدون أن يصبحوا علماء مجتمع، يريدون أن يصبحوا معلمين، يريدون أن يصبحوا مثلا في العسكري أو في خدمة الجيش أو عسكريين. إذن كل هذه الأشياء التي تحفز عليها العائلة أو تحفز عليها المجتمع بشكل خاص. إذن هناك الكثير من الناس الذين لا يفكرون بالمهن الأخرى الذي نحن نفكر بها. هناك الكثير من الناس الذين مجبرون على اتخاذ هذه المهن، ولهذا السبب نحن في المرحلة الإعدادية نحن قمنا بتوسيع المهن هذه، وننصح الطلاب أيضا ونفتح لهم طرق جديدة من خلال هذه المعاهد. وهناك الكثير من المسابقات التي نظمناها، هناك مسابقات الأفلام، وهناك مسابقة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني. كل هذه المواضيع نستطيع أن نأخذ مثلا الناس الذين يتمتعون بهذا الشيء والذين لديهم خبرة ويريدون أن يدخلوا في هذا المجال بالنسبة للأطفال وبالنسبة للشباب أيضا. إذن نجعل هذا مهنة أساسية لهؤلاء الشباب الذين يريدون عندما يشاركوا في هذه المسابقة يتعلموا أشياء كثيرة، يتعلموا أشياء كثيرة عن هذه المهنة ويسلكوها كمسلك خاص بهم، يستطيعوا أن يتمتعوا بهذا في المجتمع ويتعرفوا على الإعلام، على الحالة الاجتماعية، على الموقع الذي وصلت إليه الإعلام. إذن
قد يستطيع الإنسان أن يطور نفسه بنفسه من خلال هنا في هذه المسابقة، ومن خلال هذه المسابقة سيتعرف الناس على الكثير من المعلومات. وهذا ولدينا هناك مسابقتين، أولا قد يكون عن طريق الفيسبوك، عن طريق التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وطبعا هناك الكثير من الناس الذين يشاركون في الفيسبوك يستطيعون أن يبدوا رأيهم بهذه هؤلاء الأطفال المشاركين. وأيضا بالنسبة للحكام، لجنة التحكيم أيضا، إذن هناك لجنتين، لجنة من على الفيسبوك ولجنة من لجنة التحكيم. وهؤلاء الذين يشاركون عندما يصلوا إلى مرحلة نهائية خلال الأسبوع القادم سنعلن أسماء الفائزين وسنوزع عليهم الجوائز. هي فكرة إبداعية دكتور مصطفى، من حيث يعني ربط الطالب أصلا بقضية مجتمع، وربط الطالب أصلا بقضايا تفاعلية، وربط الطالب بمسلك ومهنة، وأيضا إنشاء هيئة يعني تحكيمية من شخصيات مميزة من مخرجين وممثلين مشهورين على مستوى تركيا ليقيموا الأعمال المقدمة من الطلبة، وأيضا فتح مجال الفيسبوك، سلسلة من الحالات الإبداعية في مسابقة واحدة. هل تقصدون إنشاء جيل سينمائي بذلك، أم تقصدون أن تفتحوا عيون الطلبة على مجتمعهم؟ تقصدون جيلا تفاعليا من طلباتكم الذين تربونهم في معهدكم؟ نحن الطلاب الذين نأخذهم نحن نقوم بتعليمهم المهنة هذا بشكل جيد ورائع، ونطبق عليهم كل هذه الأشياء ونجعلهم يأخذون تعليما تطبيقيا وتعليما نظريا. وطبعا ونقوم بأبحاث كثيرة من خلال الأبحاث التي نقوم بها ومن خلال التعليم الذي نقوم به لهؤلاء الطلاب. هناك الكثير، إذن هو نستطيع هذا الطالب أن يصبح معلما أيضا يعلم الأجيال القادمة، نجعله يتخرج في هذه المعهد، في هذا المعهد، ويستطيع بذلك أن يكون معلما للأجيال القادمة. هل تنوون الاستمرار في مثل هذه المسابقات دكتور مصطفى؟ هل لديكم مشروع من التفعيل، قضايا التفعيل الخاص بالطلبة على غرار هذه المسابقة السينمائية؟ نعم، الأفلام القصيرة ستستمر، أيضا مسابقة الأفلام القصيرة، هناك الكثير من التصاميم، أيضا مسابقة التصاميم، أيضا هناك المسابقات. طبعا في العام القادم نفكر في هذا الموضوع، مثلا في الجرافيك وفي الموسيقى التصويرية وفي الأفلام التصويرية، أيضا هناك الكثير من المواضيع التي سنتناولها في العام القادم. وأيضا هناك الكثير من الثانويات المهنية سنتوافق معها وسنتواصل معها لكي نستطيع أن نوسع هذا المشروع. نعم دكتور مصطفى ملك، معهد تخصصي يقوم أيضا إضافة إلى مهمته في إكساب الطلبة المهارات والفنون والحرف، يقوم بصقل شخصياتهم. هل هذا دلالة واضحة على تقدم المستوى العام من حيث الأداء للمجالس الأمناء للمعاهد التعليمية في تركيا، أم أنها حالة خاصة بمؤسساتكم؟ كيف تقرأها لنا؟ نعم، هذه الأقسام هو تابعة للأنظمة، أنظمتنا، أو ليس هناك شيء تابع. هناك أيضا بعض المواضيع المشاركة أو المشابهة للحكومة، المواضيع في المدارس الحكومية وفي المدارس المهنية الأخرى، ولكن الشيء الخاص بنا هناك بعض النواحي الإيجابية التي نستطيع أن نوفرها للطلاب الذين يريدون أن يعملوا، ليس الذين يعملون فقط، الذين يريدون أن يدخلوا مجال الإعلام ويريدون أن يدخلوا في هذا المجال، نريد أن نشاركهم أيضا. وأيضا الأخصائيون في هذا المجال هم الذين يدرسون هذا، وأيضا الكثير من الطلاب الذين يريدون ولهم فضول في تعليم هذا الأشياء، وهناك الكثير من الطلاب كما قلت لك في هذا المجال. مسابقة الفيلم القصيرة التي قام بها معهدكم، كيف وجدتم تفاعل الطلبة معها؟ كيف كان التفاعل مع فكرة يعني التحفيز من خلال الجوائز والهيئة التقديرية والهيئة التكريمية؟ كيف كان انطباع أولياء الأمور أيضا دكتور مصطفى؟ يعني هل هناك لمستم تفاعل وتغذية راجعة حقيقة من الطلبة وأولياء أمورهم على حد سواء في هذا الاتجاه؟
نعم، قبل هذا في تركيا وفي العالم بشكل خاص هناك كان هناك أشياء أخرى تقام أو شكل آخر في المسابقة الأفلام القصيرة. نحن غيرناها تقريبا عن طريق الموبايل، عن طريق الكاميرا، كاميرا الهواتف النقالة. وطبعا كان هناك الكثير من الناس الذين لم يكونوا يفكروا أن يقوموا بتصوير الأفلام بشكل جدي، والآن أصبحوا يفكرون بشكل جدي بتصوير الأفلام. إذن تغيرت وجهة النظر، تغيرت وجهة نظر الكثير من الناس والكثير من الشباب والأطفال أيضا. هناك مثلا ليس أن تخرج هاتفك النقال لتصور تصويرا بسيطا فقط، ولكن هناك الكثير من الناس الذين حولوها إلى المشاريع وما هي الأشياء التي يجب عليهم أن يصوروها، وفي النهاية قاموا بتصويرها، جمعوا هذه الأدوات التي قاموا بتصويرها وقاموا بعملية المنتجة وعملوها وحولوها إلى فيلم قصير. إذن هذا دخل في هذا المجال الكثير من التقنية والتكتيكية. إذن لم ندخل في الكثير من المجالات التقنية والتكتيكية كالتصوير، كالصورة أو كالناحية التصويرية، نحن قبلنا كل هذه الأشياء. إذن من خلال الصوت ومن خلال طبعا نجعل الطلاب وفي خلال هذا المشروع جعلنا كل طلاب وحفزناهم على أن يقوموا بهذا العمل، لأن التصوير في يمكن أن يصور عن طريق تلفون نقال أيضا. الدكتور مصطفى ملك، الفكرة إبداعية حقيقة، ونشكركم عليها جدا باسم برنامج الألوان السبعة، ونتمنى أن تكون مسيرة تطور شمولي تراكمي. يعني الأفق الموجود لديكم، أنتم لا تتعاملون مع مسابقة، أنتم من خلال معاهدكم أسستم لجيل مميز. نشكركم مرة أخرى على هذه الإضاءات وعلى هذه المسابقات المميزة وعلى هذا الفكر الناضج والرؤية المستقبلية. الدكتور مصطفى ملك، نائب رئيس مجلس الأمناء في معهد إبلاتو، نشكرك على وجودك معنا أيضا في برنامج الألوان السبعة، وندعوك مع مشاهدينا الأكارم إلى متابعة لوحتنا الكاريكاتورية الثانية التي لن نعلق عليها لأنها بلا تعليق. تمر دقائق الزمن سريعا، نودعكم فقد آن الوداع. نعم مشاهدينا الأكارم، وصلنا إلى نهاية جولتنا معكم في هذه الأمسية الطيبة التي سعدنا من خلالها بصحبتكم معنا. دوام التواصل على مواقع التواصل وعناوينه على الفيسبوك وعلى الفيمو وعلى اليوتيوب وأيضا على موقع قناتي التركية. ننتظر تواصلكم الإيجابية البناء. لكم من فريق العمل في أنقرة وإسطنبول كل المحبة والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله.